صباح الخير عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمناكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الظروف وصحه جيده ان شاء الله يا ربي. سمحوا لي الا غبرت عليكم، سمحوا لي بزاف ما بقيتش كنحب نزل فيديوهات كيف ديما، راني مشغوله في المشروع ديالي اللي كتشاركتو معاكم شحال من مره ديال الزيوت والحصه الصحراويه. والله خوتي ما بقى لي الوقت باش ننزل فيديوهات، سمحوا لي بزاف بزاف والله الا كنتوحشكم، حق سيدي ربي الا كنتوحشكم. ايوا دابا هذا النهار فقت من النعاس، فقت بكري كيف كيقولوا، فيق بكري بالذهب مشري، فقت وعجنت الخبز، عندي شويه عجنت شويه المخمل، ها هو غادي نوريك لكم قرب الكاميرا من هنايا. صبت القهوه وجدت الطير ديالي انا والبنات ديالي، الطير ديال الدكاليه هو البسيط على قد الحال، ومره مره الواحد يفرح براسو يفرح بوليداتو، حتى شي حاجه زوينه يفرحهم. اخلي اخلي الكاميرا، اخلي منال منال مساعداني مسكينه، اخلي انا نحيد الكاميرا ونقربها منهم لهنا. هادشي اخوتي، وما تنساوش ديما دعمونا باللايكات ديالكم والكومنتات ديالكم الزوينه، وشكرا شكرا للمتتبعين ديولي القدام والجداد، يلاه التحقوا قرب القناه اللي كيدخلوا، وشكرا لكم على الجيمات ديالكم وعلى الاشتراك وعلى الكومنتات ديالكم الزوينه، التعاليق ديالكم والله الا لا كنحماق عليكم بزاف بزاف، وشكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه. وتحيه كبيره لراشيده بنت عمي، وتحيه كبيره للناس تاع ازمور. والله الا توحشنا ازمور، شحال ما بقينا مشينا ليه والله العظيم، الوقت ما بقاش كيف كتعرفوا مع المدرسه والدس بالليل الجيب هكا كنعرف ما عارفين اخوتي. راه واخا حنا العطله دابا راه ما عندناش العطله، ما غنشدوهاش فينا، كاين السوع وسط هاد العطله كاين السوايع، ما كان لا تسافر لا والو، ولا شي لا سافرت لشي بلاصه راه غنشارك معاكم ونديكم معايا علاش لا، ومرحبا بكم وتحيه لكم كبيره. وشكرا للناس اللي كتبوا لي تعاليق زوينه واتصلوا بيا في الخاص، شكروني على اللحساق، شكرا لكم بزاف، ونقول لكم بالصحه والراحه وطول العمر ان شاء الله يا ربي. هذاك الشيء اللي بغيت انا، ماشي بيا الفلوس ولا شي حاجه، انا المهم غير هذاك دعوات الخير. والله القاسم اخوتي اللي كان ما يمشي نقول لك، راه ما كنصور فيها والو، راه ما نكذبش اخوتي على راسي، كيفاش بركه اللي هي قليله وراضيه عليها وقانعه بها والحمد لله. ما كاينش اخوتي بحال الحلال والله العظيم، وتحطوا راسكم على المخده وانتم ناعسين ومرتاحين والله العظيم. وشكرا للناس تاهما اللي داو من عند الزيت ولاو داو وجابوا لي العائله ديالهم داو، بالصحه والراحه خوتي، بصحتكم وبراحتكم. المهم انا غادي نقرب الكاميرا باش نوريكم الفطير ديالنا العوار بسيط، الخبز سخون، المخمار سخون، زويته ديال العود بلديه، زويته زويته زبيده بلديه، زويته بلديه، زبيده هي بلديه. الله يخلف على الحباب، شكرا لهم بزاف بزاف، راني مشيت للباديه البارح وجبت معايا الباروك، وهاد العسيله تاعي ديال بالاعشاب اللي كتصاوبتها، العسيله العسل المنزلي اللي كتشاركته معاكم في القناه، كحطيت نزلت الفيديو في القناه بالاعشاب. راه واحد السيد دخل، تحيه لك اخويا، قال لي قلت لهم العسل بالاعشاب واش الدكاليه، وليت بغات الدكاليه حره، وليت نحله حره، شتي وليت نحله كتصنع العسل بالاعشاب، عاود ما غادي نديرو فيه السكر وهذا، لو ما نديروش حاجه صحيه. راه رجعوا للقناه وغتشوفوا الفيديو، شي حاجه اللي زوينه وغتصاوبوا وغادي يعجبكم، وغتبقاو تصاوبوا وتعاودوا تصاوبوه. هذا هو مكان اخوتي، وغنشارك معاكم الكادوات، بقاو معايا حتى مسالي الفطر، وغنشارك معاكم الكادوات اللي جاوني في عيد الميلاد ديالي، والله العظيم لا فرحت بهم وحق لا، ملي كيجيو الكادوات، ولكن هاد الكادوات اللي جاوني مع ناس عزاز، وكنشكركم بزاف ونردها لكم في ساعه الخير مع وليداتكم ان شاء الله الا بقى العمر. ايوا ها انتم معانا، نحيد اخوتي الكاميرا. ايوا اخوتي راه بديت كنصور، هو يجيني واحد مكالمه في التليفون. ها انتم غتقول لي الدكاليه واش انا اختكم الدكاليه حادقه ولا ما حادقاش؟ المخمار على الصباح، المخمار هذا راه مقلي في العسل، كيجي بحال الشفنج مقلي في، قلت لكم العسل في الزيت سمحوا لي، كيجي بحال الشفنج، كيجي زوين هذا، كيجي واعر بالفينو رقيق. والفورص الخبزه تاع هي الغدا ان شاء الله، هذا العسيله اللي قلت لكم، عسل بالاعشاب، الزبيده بلديه، الزيت البلدي، كلشي بلدي، والحليب تاع هو بلدي في القهوه، قهوه الحليب تاع هما بلديين. ايوا هذا الشيء هو اللي كان اخوتي، بقاو معايا ما تمشيو فين تنساليو. ايوا بعد ما فطرنا شاركنا معاكم الفطير ديالنا البسيط انا وبناتي، ها انتوما اللي بقى ما تبقى، مرة خارج ومشاو قضوا شي شغل، وانا غنكمل معاكم التصوير ونشارك معاكم الهدايا اللي جاوني في عيد الميلاد ديالي، وبقاو معايا حبايبي حتى الاخر.
يا اخواتي بعد ما جمعت الطابله دابا انا جيت نشارك معاكم الهدايا اللي جاوني في عيد الميلاد ديالي. الصراحه انا فرحانه والله. المهم دخلت عليا 2024 بالخير والرباح، نتمنى تدخل عليكم انتم بالخير والرزق والصحه والسلامه والسعاده مع وليداتكم ان شاء الله وطول العمر باش ما تمنيتو يا ربي امين. المهم غادي نبداو هذا، انا غنحط له يدي هزت شي حاجه نزلت. دابا هي الاولى، هذا الكادو جابت لي زينب بنتي الله يرضى عليها، ولا عند وليدات اخوتي اللي عند والديه تهلا فيهم واستغل الفرصه، ما حد باق بالحياه يفرحهم. المهم انا راه عندي الحوايج تماما للخير، ولكن سبحان الله العظيم الهديه اللي كتجي مع هاد الاولاد كنفرحوا لها اكثر والله العظيم. اللي عند وليداته يعاملهم معامله مزيانه، واللي عند والديه يتهلا فيهم واستغل الفرصه، ما حد باق في الحياه. هادشي هو اللي كاين. حنا دابا خوتي كنحصدوا في داكشي اللي زرعت، داكشي اللي زرعت انا مع والديا، بالخصوص مع الام ديالي الله يرحمها والله يغطس عظامها في الجنه يا ربي امين. انا مسامحه ليها، مسامحه ليها، مسامحه ليها، والله يغطس عظامتها في الجنه، والله يجعلها من هاد الجنه يا ربي يرحمها والسلامه في هاد النهار يا ربي امين. دابا الوليدات علاش حلوا عينيهم؟ الا حلوا عينيهم وشافوا والديهم كيعاملوا الوالدين ديالهم مزيان، هما اللي هما الجدود، راه حتى هما قال لك منين داك العويد، قال لك من داك الشجيره، حتى هما راه غيعاملوا والديهم مزيان. حلوا في عينيهم في والدهم ما كتهلاوش في والديهم اللي هما الجدود، عارفه ما غاديش هما يحنوا فيهم، ادي اكيد. والله العظيم اللي كنقول لها بنتي ما عندكش وهذا، راه عندي الحوايج بلا ما تجيب لي، كتقول لي يلاه ماما لبسي هاد الحاجه اللي لبستيها انت راه بحال لبستها انا، وراه واخا قالت لي ندير داكشي واخا ما عرفتش ندير ما غنكافيش لك ولو غرام في ديك التماره اللي دوزتي. وقالت لي تي انا فاش حليت عيني اش بقيتي كتعاملي جداتي اللي هي ام فاطمه الله يرحمها، وكنتي كتهلاي فيها وداكشي، قلت انا غنعاملك بداكشي اللي عاملتي به الام ديالك الله يرضي عليها والله يهدي الجميع. ايوا كي قلت لكم اخوتي اللي عدو والديه استغل الفرصه، راه ما كتعاودش فرصه مره واحده، مره واحده. شوفوا اخوتي راه رضات على الوالدين ما كيبانش هذيك الساعه ملي كيكونوا الوالدين باقيين حيين، راه حتى المورا فاش يموتوا عاد غتبان الرضا وعاد غيبان السخط. الله يحفظنا ويحفظكم منه. دابا حنا كنحصدوا في داك الشيء اللي زرعت شحال هذا، دابا عاد بديت النتيجه ديالو عاد بانت بسم الله. هذا اخوتي راه ما كانتش عالماني كاع، عاد جابت لي قالت لي ماما راه عيد الميلاد ديالك هذا، بالحق شريت لي واحد الكادو وغنشاركو معاكم. قبل بواحد السيمانه كنا خارجين وعجبني واحد الثوب، كنت باغا ناخذو حلفات هي تتخلصو، وقالت لي ماما راه العيد ديال عيد الميلاد ديالك قرب ما بقى ليه والو حتى تخيطي ان شاء الله شي جليليبه ولا قفايطين وتلبسيه. هذا ما كنتش عالمه عليه، خرجت للمدينه هي وخوتها جابت لي هاد الطروات بيس بينوار والسروال وهذيك ديالو التحتاني غنوريه ليكم. هذا ديال المبرا شي حاجه اللي هي كاليتي وزوينه هانتوما خوتي، وانا عزيز عليا كنبغي هاد البينوارات كنبغيهم وافين، تنبغيهم عراض وتكونوا طوال مستورين، عزيز عليا اللبس مستور الله يسترنا ويستركم دنيا واخره. زوين والثوب ديالو يعني رطب ديال المبرة، هانتوما خوتي راه طويل وواف، راني قيصتو علاش انا حيدت ليه النمره ديالو قطعتها، يلا قطعت لي فقيسو قلت نشاركو مع المشاهدين تنقيسو علاش قديو هذاك، راه غادي نشاركو مع المتتبعين، جاني ناقص نمشي حتى نقول لها سير رد لي الساعه جا وافي الحمد لله. كنبغي شي حوايج مزايرين هنايا، هذاك التحتاني ديالو حتى هو ديال المبرق بنات، راه مازال خارجين انا صرا كنصور غير بوحدي. المهم راه شي حاجه زوينه، شوف واش غتبان لكم كيف كتبان لي انا مباشره ولا لا. هذا السروال تاهو صورت رطب زوين ديال المبرا واعر، وانا عزيز داك سميتو السروال كيكونوا تير وكاع الحوايج كيكونوا تير وكيعجبوني انا. المهم راه قيص مرجوني وافين كاع. ها الكادو الثاني بسم الله، شنو غنخلي عليه ديالي هو بارطوطا مخوتي بانطوفات قاشر ديالها، انا كيعجبني هاد البانطوفات اللي كيكونوا مخيطين حتى توسخو بغيتو تعاودو تغسلوهم، وهذا تنظفوهم ما كيتحلش ليهم هذيك ما يكونوش بالكولا كيكونوا مخيط، راه شي حاجه زوينه.
ولا كرم نقولشكم على اللبسه ديال الثنه، والله انا رقيصتها. هاتي زوينه زوينه خوتي، والله نتمنى لكم تتم وليداتكم فرحوكم. نتمنى هذا الفيديو يبارطاجيوه الناس باش يستافدوا منه الناس، شي يستافد من شي. نتمنى ان شاء الله وليداتكم فرحوكم وخا بشي حاجه قليله. المهم راه زوينه هاد البانطو، فيها هاد القاشر تاعهم، القاشر ديما خوت ملي تشريوهم كونوا مسيروهوك على العرض. حيت واحد المره طرات لي مره وحده في حياتي، ولي كنت ساكنه في قزين بصغاور شاد القاشر فرحانه بيهم، جيت بغيت نلبسهم ما بغاش يتلبسوا، ما فيهمش هذا ما كيديروش بحال هكا. هذا هو التقلاب ديال القاشر، قلبوا ما كان فيهم شي ضربه ولا شي حاجه، كانوا مسربين من شي جهه، ولكن ضروري قالوا شو هما كيديروا العرض ولا لا. هنايا هاد الثوب خرجت قبل عيد ميلاد، قالت لي مسكينه بغات نشرو واحد الكاد هي تخلصوا ليا ديال الحرير. واش غايبان لكم اخوتي ولا لا؟ الثوب ديال الحرير هذا، هي قالت لي خيطي قفطان، وانا خوت راه عاد القفطان نتوما مالي الخير، كنمشي بالقفطان مره واحده ولا مرتين، ما كنتعرضش انا للعرسات بزاف غير العائله ولا كان شي حد. ما عرفتش انا كاع الوجه ديالو واقيلا هو هذا اخوتي، ما عرفتش واقيلا عندو دوفاس، انا مخيطه ولا غعرف ليه الوجه ديالو. كاين هذا كاين هذا، انا مخيط هو اللي عارف. هاد الثوب زوين، قالت لي خيطي قفطان، ولكن انا بيني وبينكم غنديرو جلابه القفطان، ما غنستافدش منه، غادي نمشي نخيطو وغادي نحطو غنحطو بقى محطوط. كتعرفوا الحاجه وقفات بحال هكا ديال المناسبات راه كتلبسهم صافي، العام الاخر كدير موضه وعاد تاني خاصك القفطان. ماشي مشكل الا كانت شي مناسبه عندي ولا نكري معنديش مشكل، ولكن هذا اللي درتو جلابه غنستافد منه جلال وكنلبسهم كنستافد منهم. اما بالنسبه لهذا سميتو القفاطر راه عادي، كان راه زوين، راه التصوير خوتي ما عطاش الحق ديالو، شفتو كيفاش داير زوين. هادو شريتهم ليا زنوبة الله يرضي عليها فرحتني الله يفرحها، ونشارك معاكم احسن كادو من عند اعز صديقه ديالي، توا غنشاركو معاكم. هي مسكينه سبحان الله العظيم ما كانش ما عارفاش عيد الميلاد ديالي ما عارفاش، وجابتو ليا نهار عيد الميلاد القاسم من بالله، لان جابتو ليا جا عرفتي مع قد قد خمس كنا هي، وما قلتش ليها انا راه نسيت عيد الميلاد، جات بنتي كانوا خارجين البنات وخرجت انا عندها تلاقيت معاها، حتى قالت لي هاكي هاكي واحد الكادو هذا الثوب اللي هو خوتي، راه قالت لي ديري قفطان، هذا راه جوهره محفره الثوب راه زوين. هاد الثوب شتوه جوهره محفره، قالت لي راه فيه 4 متر ونص، انا كنلبس في الجلابه ولا في القفطان 2 متر ونص، قالت لي باش ديري قفطان وديري هذاك صاري الفوق هنا داير تلقاه تكون طلق هنا ويكون طايح بزاف، ولكن واخا غادي نمشي نخيطو هذا غنخسر عليه الفلوس غادي نحطو. يا مسكينه غدا كتوصي قالت لي راه دير العمره هذا جاي من السعوديه هاد الثوب ماشي من هنايا، مسكينه جاته لي الله يخلف عليها وربي لها في ساعات الخير ان شاء الله، ربي لها في ساعات الخير الحبيبه ديالي تي وليداتك ان شاء الله الا طال العمر، ونفرحك تي مع وليداتك ان شاء الله باذن الله. عرفتي الثوب زوين زوين زوين، ولكن اخوتي هي سمحي لي قالت لي غادي كتوصي قلت لي خيطك طراه القفاطن، ما كنمشيش انا للعرادات بزاف، وعاد القفاطن عندي هك والله العظيم عاد القفاطن تي مولات الخير، الا درتو قفطان ما غتستافدش منه، غادي نمشيو غادي نخيطو غالي وغنخزنو، اللهم غادير منه جلابه ونشوف داكشي لي شاط نشوف واش غندير نديرو فوقيه نديرو جيلي راه غيشاط من الثوب. عرفتي زوين زوين، هانت ثوب راه كبير اخوت فيه 4 متر، وقالت لي ونص نيت راه فاش قلبت ونيت راه تبارك الله، ولكن الثوب طايح زوين ديال جوهره محفره ديال السعوديه ماشي ديال هنا. هانت مقدرتش نوقف كنشوف غير الطول ديالو، قالت لي فيه 4 متر ونص، حنتي الا درتو خوتي وانتوما خلو لي في الكومونتيرات يلا قولوا لي واش باغي، انا جيتكم من الاخر الا درت قطان غادي نمشي غنخيطو غالي وكل شويه كنا غنحطو ما غنلبسوش ما غنستافدش منه، هادشي هو اللي كاين. بغيت نديرو جلابه، جلابه نقدر نلبسها جلابه بحال هكا شي 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 عراده بحال هكا خفيفه شي اسبوع او هذا شي عيد الميلاد شي عراده هكا خفيفه نلبسها، ماشي ديال المارشي ولا ديال هذا،
المهم ندير ليه كود ديال الخرجه شي حاجه زوينه. ايوا هادشي هو اللي كاين اخوتي، نشوف شنو باقي. صافي، وكاين واحد الكادو جابته ليا واحد صاحبتي، تما هي ما نجيبو، جابت ليا مسكينه هذيك، تاهي ما عارفاش كاين عيد الميلاد. سبحان الله، نهار عيد الميلاد ديالها عطي جاني الهدايا بزاف، الله يخلف عليكم والله يخلف على الجميع. تاهي جابت ليا واحد لي بوط ديال برا زوين جديد، مسكينه قالت لك شريتو وما جاش على قدها، قالت لي غير كتاب لك واش كتلبسي شحال كتلبسي. قلت لها اللي كنلبس في القياس ديالي، مسكينه هي تعطيه ليا قياسو، جاني هو هذاك. خليت نوقف وانا طويضه تو كبير. هادشي هو اللي كاين اخوتي، نتمنى هاد الفيديو يعجبكم، وما تنساوش دعمونا باللايكات ديالكم والكومونتير ديالكم الزوينه كيف العاده والبارطاج. سلام عليكم.